السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس 31 من دورة تعلم الكود إجنيتر. في الدرس السابق والدرس القبل السابق كنا نتحدث عن مكتبة السيشن، طريقة تضمينها، طريقة تخزين بيانات، وطريقة استرجاع بيانات، وتحدثنا أيضا عن البيانات الافتراضية التي يتم تخزينها في السيشن. في هذا الدرس سنتحدث عن طريقة استرجاع كامل المعلومات من السيشن. يوجد لدينا فانكشن مخصص لهذه المهمة. سنذهب إلى السيشن ثم إلى retrieving all user session data. اسم الفانكشن إذن all user data، سأكتب إذن بهذا الشكل. مثلا سأحذف إذن بهذا الشكل، إذن $this session و all user data خزن في ضمن متحول. الآن سأكتب print r، طبعا طبعت مصفوفة لأنه يعيد لنا المعلومات على شكل مصفوفة، فهي طبعت مصفوفة نستخدم الأمر print r. إذا نضغط تحديث، إذا بهذا الشكل سأظهر pre، ضع ضمن tag pre نفس وقت التنسيق، إذا بهذا الشكل ضغط تحديث. إذا كما نجد قام بجلب كامل معلومات السيشن، سواء كانت المعلومات الافتراضية أو المعلومات التي قمنا بتخزينها. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن طريقة حذف حذف معلومة معينة من السيشن أو طريقة تدمير السيشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.